بدأت وفود الحجيج تصل إلى الديار المقدسة من أجل أداء فريضة الحج في ظل متابعة حثيثة من قبل بعثة مملكة البحرين للحج لتسهيل وتيسير أمور الحجاج. رئيس بعثة البحرين زار عددا من الحملات البحرينية المتواجدة في المدينة المنورة للاطمئنان على الحجاج هناك، كما تم عقد اتفاق مع إحدى المستشفيات في المدينة المنورة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لحجاج بعثة البحرين. يحرص العديد من حجاج مملكة البحرين على زيارة المدينة المنورة في بداية رحلة الحج للصلاة في المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فإن بعثة مملكة البحرين للحج تحرص على الاطمئنان على حجاج بيت الله الحرام في كل الأماكن التي يقيمون فيها، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لحملات الحج المتواجدة والوقوف على التسهيلات المقدمة لهم، وحرصا من بعثة مملكة البحرين على سلامة الحجاج. فقد عقدت البعثة اتفاقا مع إحدى المستشفيات المعروفة بالمدينة المنورة لرعاية وعلاج حجاج مملكة البحرين، طبعا بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لحجاجنا من المواطنين والمقيمين. تأتي هذه الزيارة للاطلاع على ما يقدمه هذه العيادات لحجاجنا من المواطنين والمقيمين، ونحن حقيقة نشكر الإخوة في الإدارة وعلى رأسها الأخ عبد العزيز العقالي وتعاونهم مع بعثة مملكة البحرين للحج. طبعا هذه العيادة تتضمن كثير من العيادات الطبية التي قد يحتاج إليها الحاج، كالعيادة الطبية الباطنية والأسنان والصدرية وغيرها، من أيضا فيها أيضا المختبرات للأشعة وتحليل الدم إذا احتاج إليها الحاج. ما عليه إلا أن يبرز هويته وسيتلقى إن شاء الله العلاج المجاني. احنا نتشرف أولا باستضافة حجاج مملكة البحرين في مراكزنا في المدينة المنورة وفي جدة. الخدمات شاملة جميع التخصصات الطبية من عيادات طوارئ 24 ساعة للأسنان والعيادات طوارئ طبية، من عيادات الطب العام، من عيادات النساء والولادة، من عيادات طب الأطفال، من عيادات طب الأسنان وطب الأسنان للأطفال. وكذلك يوجد لدينا أقسام الأشعة متكاملة وأقسام للمختبرات متكاملة، هذه كلها تدرج في تحت خدمة الحجاج. في بعض الفروع لدينا يوجد تخصصات مثل الأنف والأذن والحنجرة، تخصص العيون، إن شاء الله قريبا حيكون في تخصصات أخرى مضافة للمجموعة، وهذه كلها إن شاء الله نتشرف في خدمة الحجاج في مملكة البحرين وجميع الناس بإذن الله. وتمتاز هذه المستشفى بفروعها المنتشرة في المدينة النبوية وكفاءتها وتنوع الخدمات العلاجية التي تقدمها. وقد قام رئيس البعثة والوفد المرافق بزيارة للمبنى الرئيسي للمستشفى والاطمئنان على كافة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج.